أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في هذا الموضوع. هذا الموضوع هو يعني آية من سورة يوسف، آيتين أو ثلاث من سورة يوسف. يعتقدون الكثير من هذا الروحانيين والمشعوذين والزهرويين خاصة المغاربة أنها آية التسخير وآية التمكين، ويقولون أنه من قرأها 70 مرة كل صباح يا رب يزول بها كل انعكاسات، كل نحسات، كل تعطيلات، كل تعريضات، كل يعني حواجز، كل مشاكل في دنياه. هذه الآية يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. أنا أريد اليوم أن أحاول تفسير أولا المعاني الخفية وروح هذه الآية لكي يعني نفهم أولا الآية في موضوعها في القرآن، ونفهم خاصة الشيء اللي ما قالوش هما شروط تحقيق يعني نفس التمكين إلى أي مؤمن مسلم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا يعني كل واحد سمعته يتكلم عليها ويقولوا أنها تكررها في الفجر، يعني بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر 70 مرة، لم يتكلموا أبدا أولا من قال لهم هذا، ثانيا يعني إن كانوا سمعوه من شيخ أو صوفي أو من ادعى أنه والي يعني بالتكرار هذه يعني 70 مرة هذه الآية، ما هي الشروط؟ هل كل واحد مسلم ينوض يقرأها 70 مرة يعني بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر يعني في كل صباح على كل حال، هل ينال التمكين؟ هل ينال التسخير لكل شيء من عند الله؟ وهل تزول حقيقة كل يعني الانعكاسات في حياته والنحس، ويزول يعني المشاكل وتذهب الحواجز، تذهب العراقيل؟ هل هذا صحيح؟ وهل أيضا يقولون أنه من قرأها 70 مرة كل صباح ينال يعني أولا المحبة على الناس وتسخيرهم لكل يعني حوائجه، وينال أيضا أنه يعني يكون أينما شاء أينما ذهب أينما يعني أراد شيئا يراه أنه مسخر له وأنه ميسر من عند الله؟ و أيضا يقولون أنه من قرأها هكذا 70 مرة كل صباح ينال القدر بين الناس، ينال الاحترام من عند الناس، ينال حتى الجاه، وينال يعني السلطان ما بين الناس، وينال خاصة أنه يكون يعني محترما كأنه ملك، يعني ملك ليس كالملائكة، ملك يعني هو اللي عنده ملك، يعني عنده سلطان كأنه مليك يعني. وهذا هل هو أيضا كله صحيح؟ أنا شخصيا أقدم لكم رأيي، ولكن لا أنفي أن هذا الكلام خطأ. أنا أريد أن أوضحه أولا. أن نرجع الآن إلى تفسير الكلام والكلمات تاع الآية بالذات، الآيات هذه الثلاث.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله بعد أعوذ بالله السميع الرجيم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. هنا الكلمة مكنا له هو فعل رباني، عطاء رباني ليوسف. ولكن عندما يعني نقرأ ونفهم يعني كل حياة سيدنا يوسف عليه السلام، كل ابتلاءات المراحل اللي يعني جاز منها، حتى مكنه الله وسخر له كل شيء وجعله على خزائن يعني هذه المملكة، يعني مع ذلك الملك. يعني الإنسان يفكر لم يأتي التمكين هذا هكذا عشوائيا، أو كان عبيدا في كش جبل ولا في كش يعني مكان خالي، أو كان يعني يفعل أشياء في الدين ولو كانت في الدين، ولكن الله مكن سيدنا يوسف عليه السلام وجعله يعني مسؤول كبير، يعني وزير المالية للملك هذاك اللي كان معه بعد مراحل. ونستنبط يعني في الفهم إن مكنا له، وكذلك مكنا ليوسف، مكنا بعد يعني مراحل، بعد ابتلاءات، بعد يعني قصص صارت له في حياته، وهو مختار كنبي، هو مختار كنبي، كنبي يعني من أنبياء الله المقربين سبحان الله. هذا الفهم يجعل أن نرجع إلى شروط التمكين. ما هي شروط التمكين والتسخير؟ أولا الإنسان يعلم أنه حتى شيء ما يعطيه ربي بدون مجهود في العبادات، يعني هذا البكاء الدين على العبادات، المجهود في الدين هو طاعة الله وطاعة الرسول في الصغيرة الفتيلة وفي الكبيرة. إن كان كذلك يعني الإنسان يعني هو لا يريده، لأن سيدنا يوسف عليه السلام لم يرد التمكين، ربي الذي أعطاه التمكين بعد ما كان يعني هو مختار كنبي وكانت عنده ابتلاءات. شحال يعني جوز في السجن، شحال جوز حياته كعبيد، كيعني خادم للناس، كانوا باعوه واشتروه في السوق كعبيد. شحال عقب في الابتلاءات، وشحال عقب في صغره مع خوته، يعني إلى آخره. وكان نبيا، وكان نبيا منذ الصغر، كانت عنده علامات أنه نبيا. وكان سيدنا يعقوب عليه السلام أبوه كان يعلم أن يعني يوسف هو من الأنبياء ومن المختارين من عند الله، يعني من الأصفياء، من يعني الناس الصالحين، من الصالحين. الآن تأتي الآية اللي تأتي من بعد: نصيب برحمتنا من نشاء. ما معنى هذا؟ معناتها أن هذا أيضا يعني حكم من عند الله، يعني بمشيئة الله، يعني ليس أن التمكين يأتي بأعمال بمجهودات. يأتي كي الناس تدير مجهودات ما شاء الله، قيام الليل، الصدقة، قراءة القرآن، يعني فعل الخيرات، محسنين حقيقة، ولكن ليس له تمكين. يقول الله: نصيب برحمتنا من نشاء. وهنا في من نشاء معناتها من نختاره نحن، نحن نختاره لهذا التمكين والتسخير، لأن التمكين والتسخير في الحقيقة قدر. إذا كان الإنسان ليس بمؤمنا حقا، ليس موحدا لله في كل شيء، ليس يعني مطيع لله، يعني إلى آخره، يعني يستطيع التمكين والتسخير، يعني يضل ذلك الإنسان، يولي يحسب روحه كأنه يعني ملك، أو كأنه يعني من الذين عندهم القدرات يعني العجيبة التي لا يملكها أحد. إذا كان الإنسان هذا التمكين والتسخير يدخل في قلبه الغرور، ويدخل فيه التكبر، ويدخل فيه العجب بما سخره الله أو وفقه الله عليه، هذا الله عز وجل لا يعطيه في الحقيقة، إلا إن أراد
أن يبتليه بهذا ابتلاء عظيما. ويقول الله من بعد ذلك ولا نضيع أجر المحسنين. يعني هنا في الحقيقة الله يقول بلي لكل محسنين نمكن له في الأرض، لكل محسن يعني تصيب يعني نصيبه برحمتنا، ولكل محسنين حقيقيا يعني نعطيه ونسخر له ونمكن له في الأرض على حسب يعني أولا يعني ما يعني جرى له في حياته، ما يعني ما صبر عليه، ما قام به من واجبات دينية وفعل الخيرات وما إلى آخره. يعني الله لا يضيع أجر المحسنين، وكل محسنين له ما يليق به حسب يعني ما قام به في حياته الدينية في العبادات والطاعات لله عز وجل. هذا يعني هو التفسير يعني لهذه الآيات المباركة. الآن أنا يعني قلت هل حقيقة من قال يعني 70 مرة في الصباح هذه الآية، يعني الله هكذا بهذه الآية بروحانيتها بروحها بملائكتها بجندها بنورها، ما أنا بليش يعني كما يقولوا قاع الصوفية وهذا الناس هذو يعني اللي دخلوا في هذا العلم الباطني والعلم الإشاري وإلى آخره، يقولون أنها تجذب لصاحبها التمكين والتسخير لكل شيء، وتجذب لصاحبها يعني القدر والاحترام من عند الناس، وخاصة تيسير الأمور وكل شيء مفتوح أمامه. هذه يعني في الحقيقة أنا أظن يعني هذا المقالة ولا مصدر هذا المقالة تاع 70 مرة إلى آخره هي كانت من صوفي، من شيخ صوفي. ولكن الآن يعني الإنسان كيف فكر شوية، هل يعني ذكر 70 مرة هذه الآيات تكفي يعني باش ربي يعني يعطيك التمكين ويسخر لك كل شيء ويسهل لك كل شيء ويمحي عنك النحس ولا المشاكل ولا يعني العراقل في الدنيا هذه؟ هل يعني تكفي يعني لو كان يفكر الإنسان 70 مرة فقط وانت ما درت والو في الدين مثلا، ما كنت عابدا كما ينبغي، ما كنت موحدا لله في كل شيء، لم ترى الله في كل شيء، يعني ما كنت يعني إنسان فيك الخير، يعني قلبك يميل إلا الخير، ما كنت عادل 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 في 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 دنياك وفي دينك في قلبك، ما كنت تحب العدل كما يحب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصالحين. إذا كنت ما كنت يعني في هذا الطريق، ما مشيتش في هذا الطريق تاع الابتلاء، ما مشيتش في الطريق هذا تاع العبادة، ما مشيتش في هذا الطريق تاع العلم، العلم يعني العلم الديني والدنيوي يمزجان، يعني لأنه العلم الدنيوي يساعد على فهم القرآن وفهم السنة والعلوم الباطنية الحقيقية السرية للإسلام كله. إذا لم تكن مشيت في هذا المشوار الطويل تاع الابتلاءات والتمحيص وانت عابدا وانت شاكرا وانت حامدا لله عز وجل، كيف يعني بقراءة 70 مرة ولو قرأتها في شهور 70 مرة، هل يعني ربي يسخر لك؟ هل يعني يمكنك في كثير من الأشياء ويعطيك التوفيق والتمكين والجاه والسلطان ويسخر لك له عباده ويسخر لك الملائكة ويسخر لك الجن الصالح؟ هذا لا يا أخي، أنا ما أظن هذا. بل الآية أرجع إليها، الآيات حقيقة فيها سر، فيها روح، فيها جند، فيها يعني عند قراءتها الإنسان حقيقة يعلم أن التمكين من عند الله والتسخير من عند الله، والله لم ينفي أنه يصيب برحمته من يشاء من عباده، وكلنا إن شاء الله نحن من عباده ونطمع في هذا الرحمة باش تصيبنا نحن أيضا. يعني ثم زيد يعني وعدا ربانيا ولا نضيع أجر المحسنين، يعني إن كنت محسنا وتحتسب عند الله محسنا يعني محسنا
تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تحاسب نفسك في الصغيرة الفتيلة وفي الكبيرة وفي كل في كل حالة، يعني تحاسب نفسك وتحس أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله أقرب إليك من حبل الوريد، أن الله عز وجل يعني قدر الأشياء بحكم وحكمة وعدل منه، لا يوجد شيء يعني خفي على الله، ولم يعني الله يحكم عليه بعدل، سواء في معيشته، في رزقه، في البيئة اللي زيد فيها، في يعني حياته، في إلى آخره. يعني هذا يعني الإنسان عندما يكون عنده هذا الإيمان في القلب يعني يكون من المحسنين. ما نتكلموش على العبادات والطاعات وتطبيق السنة ويحصره وتطهير القلب وتزكية القلب من كل الآفات والأمراض القلبية إلى آخره. يعني هذه يعني هذه كلها ممكن عندي سيدنا يوسف عليه السلام ما كانش عنده، كان صافي، كان زكي، كان طاهر، كان صالح، عبد صالح ما منذ ولادته، وأبوه سيدنا يعقوب عليه السلام، وجده سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني انظروا يعني الإنسان لا يقول أشياء كما هذه، ولو قالها شيخ صوفي ولا فيلسوف يعني هكذا أن يأخذها يعني بدون أن يقدم يعني الواجبات تاعها لتحقيقها، ويعلم ما هي الشروط للتمكين والتسخير الدينية والعبادة إلى آخره. ولا أيضا هذا هو اللي حبيت نقوله اليوم، يعني ولا يطمع الإنسان ولا يجعل يعني عبادته ولا الحسنات يعني اللي يقوم بها ولا فعل الخيرات ولا قيام الليل ولا الأذكار ليل ونهار، لا يجعلها في قلبه يعني لكي ينال هذا التمكين الآخر. كي يدير العبادات يديرها لله، يصلي على النبي، يصلي على النبي يعني بدون مقابل، يصلي عليه لأن يعني هو حبيبه، يصلي على النبي لأنه يعني هو نبي الله وهو سيد الخلق وهو يعني شفيعنا في الدنيا والآخرة، بمحبة له، هدية له. كل صلوات على النبي نهدوهم إلى النبي، لا نريد يعني مقابل، ولكن الله عز وجل برحمته ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم برأفته بنا وهو الرحيم بنا، يعني ربي يعطينا ما يليق بنا، يليق بنا. يعني لأن لو كان يعني تعود تدير النية تاعك تقول أنا دوك نبدا نعبد واحد ما على باليش نشابه المحسن، ولكن لكي أنال التمكين، ثم ما يعطيكش ربي التمكين، لأن كان قصدك بالعبادة ماشي الله، كان قصدك التمكين التسخير، وهنا ضاع كلش، ضاع كلش، ضاع كل ذاك الجهد، كل ذيك العبادات إلى آخره. أنا أظن الأمور ترجع للأساس، ترجع للقاعدة، ترجع لصفاء القلب والنية مع الله عز وجل. احنا نعبد الله كما أمرنا، نطيعه في الصغيرة وفي الكبيرة، نمشي في منهج النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونترك هذه الأمور، نترك هذه الأمور، يعطيني ولا ما يعطينيش هو الحاكم، أنا المهم أن أدي واش طلب مني الله عز وجل، واش طلب مني النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علاش أنا نحوس التمكين ولا نطير في الهواء ولا ما عليش ولا التسخير ولا ما. لا، الله في بعض الأحيان يتركك في الابتلاءات والتمحيص لكي يطهرك ويزكيك ويرفعك درجة عنده، والله لو يعني يكشفها لك لبكيت طول حياتك، يرفعك درجة يعني قرب منه بتلك العبادات الخالصة له، بتلك يعني كل يعني الأمور اللي تقربت بها إلى الله من عمل يعني عملت على الخير أو صدقات أو إعانة للناس أو يعني تفريج الكروب للناس إلى آخره، كل ذلك يرفعك درجة. والله في الحقيقة يقول آية في سورة السجدة، يعني آية عظيمة وفيها أسرار وفيها يعني استجابة لكل مؤمن مخلصا، يعني أنه عليه أن يثبت على ما هو عليه وما يحوش يعني ينال هذا الكرامات وهذا التسخير وهذا التمكين، لأن كما قالوا العلماء كلهم يعني أعظم كرامة هي الاستقامة، يعني من استقام على دين الله
يعني الاستقامة، يعني الإنسان يستقيم على دين الله بدون ما يريد، يعني يريد إلا عبادة الله، يريد عبادته. فالحقيقة أن يعني هذه الآية اللي ذكرناها هي يعني وسيلة حقيقة لمن كان له من قبل يعني أعمال صالحة، اللي كان عنده مشوار في حياته الدينية، مشوار عظيم بالابتلاءات، بالتمحيص، بالمشاكل، بالهموم، بالمصائب إلى آخره. فذلك ممكن أنه يحيي بهذه الآيات، يحيي ويقوي ويقوي نور وبركات هذه الآيات وتجلياتها عليه هو، لكان قدم ما يليق وبها، ويعني كانت الشروط كلها يعني متوفرة فيه، في القلب، العبادات، في الأخلاق، في الإحسان. هذا ممكن، هذا حقيقة، وهي تنفع إلا في هذه الحالة، يعني عندما الإنسان يكون عنده مشوار ديني طويل، يعني كان يعني يمشي، يعني كان في العبادات في الطاعات، وكان يعني يريد العلم، يفتش على العلم، وكانت يحب العلم، وكان يعني كما قلنا مقبل كل أعمال الصالحة يقوم بها، وكان مخلصا لله خاصة. هذه هي يعني أمر حبيت نقوله، لأن الآية وحدها بدون هذا يعني كما يقولون تقديمات المقدمات، استغفر الله، المقدمات لهذا التمكين والتصغير لا تكفي، ما أظن أن تكفي. وأيضا يعني نقولوا بلي يعني الإنسان ماشي كي يقرأ عالم من العلماء الصوفية أو فيلسوف ديني أو يعني حتى يقول أنه ولي من أولياء الله الصالحين أو عبد صالح إلى آخره إلى آخره، لا يأخذ ذلك الكلام هكذا بدون ما يفكر فيه، ويرى أولا المعاني الباطنية والظاهرية في القرآن، ثم يعني إذا كان مال قلبه ذلك الشيء، وقبل القلب تاعو المؤمن الصافي الزكي، ذاك الوقت يقوم بتلك الإرشادات أو النصائح تاع الأولياء والصالحين. وهذا ما كنت أريد أن أقدمه لكم في هذا الفيديو، وإلى فيديو أخرى أستودعكم الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.